يوجد معتقد، يوجد رأي، يوجد شيء في هذا النموذج المعرفي، بس لا يوجد عندنا عليه دليل مقنع علمي يثبته. فماذا نفعل؟ أنت بين أمرين، إما أن ترفع اليد شنو عن ذلك النموذج المعرفي، وعندك استعداد، لو ما عندك استعداد ما عندك استعداد، وإما أن تختلق له مجموعة من الخرافات والأساطير حتى شنو؟ حتى تثبت مولا، لأن النموذج المعرفي بدليل لو ما بدليل ما بدليل، وش تسوي؟ شلون تعتقد به أنت؟ ومن هنا ينفتح باب واسع لشيء، لماذا؟ للأساطير والخرافات والطقوس والعبادات والشعائر اللي الآن بين قوسين يسموها شعائر حسينية، اللي هي مجموعة خرافات أو بعض الشعائر الحسينية التي يسمونها، وإلا ليست شعائر، هذه مجموعة شنو؟ مجموعة من أولئك الذين انحازوا لنموذج معين فيتصورون خدمة لهذا النموذج، كيف يثبتونه في وجدان الأمة وأتباعه؟ كيف يثبتونه؟ ما هو الطريق؟ ها؟ من خلال ماذا؟ من خلال هذه الطقوس والأعمال والشعائر و و و و، فينفتح باب واسع لأي شيء أعزائي، لهذا النمط من الفكر، مو نمط من الأعمال، لا لا لا، لهذا النمط من الفكر. والآن أنت انظر الفضائيات أو بعض الفضائيات الشيعية، تجد أنها من أولها إلى آخرها مجموعة من ماذا؟ ها؟ مجموعة من الخرافة. لماذا يبتلي التشيع بهذا؟ يعني لماذا هاي الحالة قبل 100 سنة ما موجودة، قبل 50 سنة ما موجودة؟ لماذا؟ سؤالي لماذا؟ يعني لماذا الآن وجدت وقبل ذلك ماذا؟ غير موجودة. الآن لو تسألهم أما تينا، أنت هذه كانت موجودة في عهد الإمام الصادق؟ يقول ما موجودة. كانت موجودة في عهد الأئمة؟ يقول ما موجودة. هذه الطريقة من إقامة الشعائر للإمام الحسين أقامها أحد الأئمة؟ يقول لا. لعد لماذا أنت استحدثتها؟ هو يتصور لهذا النموذج المعرفي الذي جعله للإمام الحسين ولقضية الحسين، يمكن أن يثبتها تاريخيا أو لا يمكن؟ لا يمكن. يمكن أن يثبتها روائيا بشكل دقيق وعميق أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ما هو الطريق لإثباتها في وجدان الأمة؟ ها؟ من خلال الشعائر. ولهذا حتى فضائيات أماتينا الآن عنوانها شنو؟ الشعائر. فضائيات الآن أخيرا رأيت أنا فضائية اسمها مولانا الأربعين مولانا. هسا أنا ما أدري الأربعين فد يوم مولانا، هاي شلون تصير 365 يوم أربعين؟ ما تدري أنت، ولكنه يريد أن يحفظ هذه في وجدان الأمة. هسا أنت من ترجع على قضية الأربعين، تجد لها مستمسكا قويا، دليلا نقليا قويا، تجد أو لا تجد؟ ها؟ والله جابر إجا، هسا ما أدري جابر جاي ما جاي، شلون لحق يجي؟ هسا ما تعلم شلون وصل الخبر، متى وصل الخبر إلى المدينة وتحرك جابر إلى آخره. هسا ما أريد أدخل في التفاصيل اللي واقعنا أيضا لا أصل له، يكون في علمكم. هاي قضية جابر مولانا ما أدري، روحوا أبحثوها شوفوا إلها أصل لو ما إلها أصل مولانا. ولكن الآن في الوجدان الشيعي قضية جابر شنو هي؟ ها؟ ليش صارت قضية أصلية؟ لأنها تخدم النموذج شنو؟ المعرفي الذي هو يريد، لأنه هو عنده فد نموذج معرفي اللي يسوي هاي الأربعينية، فلا بد أن يعطيها بعد شنو؟ ها؟ بعد دنيوي بشري لو بعد إلهي مقدس ياهو منه، لأنه إذا صارت بعد بشري يعمل بها أحد أو لا يعمل، فماذا كيف تكون تعمل؟ هلا لابد تصرف. ما ادري واضح قدرت اوصل الفكره؟